أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، هنتعرف على إجابات لمجموعة من الأسئلة المتنوعة لدرس نشأة اليابس والماء في مادة الدراسات الاجتماعية. السؤال الأول، سأكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. مرة تكوين اليابس والماء بعدة مراحل حتى وصل للشكل الحالي عبارة صحيحة. 2. كان بحر تيثس يفصل بين كتلتي بنجاية وجندوانة العبارة خاطئة. التصويب، كان بحر تيثس يفصل بين كتلتي لوراسيا وجندوانة. 3. يشغل اليابس مساحة أكبر من الماء على سطح الأرض عبارة خاطئة. التصويب، يشغل الماء مساحة أكبر من اليابس على سطح الأرض. 4. تعد قارة أفريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة عبارة صحيحة. 5. يتركز اليابس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي عبارة خاطئة. التصويب، يتركز اليابس في نصف الكرة الأرضية الشمالي. 6. مساحة اليابس في نصف الكرة الأرضية الشرقي أكبر من مساحة اليابس في نصف الكرة الأرضية الغربي عبارة صحيحة. 7. تمر دائرة الاستواء بقارات أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية عبارة صحيحة. 8. يتصل البحر المغلق بالمحيط بفتحات واسعة عبارة خاطئة. التصويب، يتصل البحر المفتوح بالمحيط بفتحات واسعة. 9. من البحار الخارجية البحر الأحمر عبارة خاطئة. التصويب، من البحار الداخلية البحر الأحمر، أو حل آخر، من البحار الخارجية بحر الصين. 10. تتمثل المياه العذبة في المحيطات والبحار والبحيرات عبارة خاطئة. تصويب، تتمثل المياه المالحة في المحيطات والبحار والبحيرات المالحة، أو حل آخر، تتمثل المياه العذبة في الأنهار والمياه الجوفية والبحيرات العذبة. 11. يجري نهر دجلة والفرات في الصومال عبارة خاطئة. التصويب، يجري نهر دجلة والفرات في العراق. السؤال التالي، أمامك خريطة للعالم، وضح ما تدل عليه الأرقام التالية. 1. قارة أفريقيا. 2. قارة أسيا. 3. قارة أوروبا. 4. قارة أمريكا الشمالية. 5. قارة أمريكا الجنوبية. 6. قارة أستراليا. 7. القارة القطبية الجنوبية. 8. مدار السرطان. 9. دائرة الاستواء. 10. مدار الجدي. 11. الدائرة القطبية الشمالية. 12. الدائرة القطبية الجنوبية. السؤال التالي، أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما بين القوسين. 1. قدم فيجنر نظريته التي تعرف بنظرية زحزحة القارات، وذلك لتفسير نشأة اليابس والماء. 2. أكبر القارات مساحة قارة أسيا وأصغرها مساحة قارة أستراليا. 3. يمر مدار السرطان بقارات أفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية. 4. يمر مدار الجدي بقارات أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. السؤال التالي، أكمل الجدول الآتي بأسماء القارات والمحيطات مرتبة تنازليا حسب المساحة. أول حاجة القارات، أكبر القارات مساحة قارة أسيا. 2. قارة أفريقيا. 3. أمريكا الشمالية. 4. أمريكا الجنوبية. 5. القارة القطبية الجنوبية. 6. قارة أوروبا. 7. قارة أستراليا. المحيطات، أكبر المحيطات المحيط الهادي. 2. الأطلنطي. 3. الهندي. 4. المحيط المتجمد الجنوبي. 5. المحيط القطبي الشمالي. السؤال التالي،
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1- كان اليابس في المرحلة الأولى من نشأة الأرض كتلة واحدة تسمى بنجية. 2- عندما كان اليابس كتلتان عرفت الكتلة الشمالية باسم لوراسيا. 3- أصغر المحيطات مساحة المحيط القطبي الشمالي. 4- معظم الماء يقع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. السؤال التالي: دلل جغرافيا على صحة كل عبارة مما يأتي. 1- تتنوع أشكال السطح على اليابس، حيث تشمل أشكال السطح على اليابس الجبال، الهضاب، التلال، الأودية والسهول. 2- زادت مساحة اليابس في المرحلة الثالثة طبقا لنظرية فيجنر، حيث تصدعت الكتلتين جندوانا ولوراسيا التي كانت تكونت في المرحلة الثانية ثم انقسمت إلى عدة كتل وأخذت في النمو والاتساع والتباعد التدريجي عن بعضها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من قارات ومحيطات. 3- توزيع اليابس والماء غير متعادل في نصفي الكرة الأرضية، حيث أن معظم اليابس يقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي ومعظم الماء يقع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وأن مساحة اليابس في نصف الكرة الأرضية الشرقي أكبر منه في نصف الكرة الأرضية الغربي. السؤال التالي: قارن بين 1- قارة أفريقيا وقارة أمريكا الشمالية من حيث دوائر العرض الرئيسية التي تمر بها. أول حاجة، قارة أفريقيا تمر بها دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي. قارة أمريكا الشمالية تمر بها مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية. قارن بين البحار المغلقة والبحار الخارجية والبحار الداخلية من حيث المفهوم ومثال لكل منهم. أول حاجة، المفهوم البحار المغلقة، وهي مساحة من الماء المالح يحيط بها اليابس وليس لها اتصال بالمسطحات المائية، مثل بحر قزوين. البحار الخارجية هي مساحة من الماء المالح يتصل بالمحيط بفتحة واسعة، مثل بحر الصين. البحار الداخلية وهي مساحة من الماء المالح يتصل بالمحيط بفتحة ضيقة، مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط. السؤال التالي: بما تفسر أهمية اليابس والماء؟ 1- هنتكلم عن أهمية اليابس، وهو 1- ميدان رئيسي لنشاط الإنسان. 2- ومصدر منتجات الحيوانية والزراعية والمعدنية. ب- أهمية الماء. 1- سر الحياة. 2- يحتوي على كثير من الثروات مثل الأسماك والأسفنج واللؤلؤ والأصداف والأملاح وغيرها. السؤال الثاني: بما تفسر تكوين القارات بشكلها الحالي حسب نظرية فيجنر؟ مرت سطح الأرض إلى عدة مراحل لتكوين شكلها الحالي. المرحلة الأولى أن اليابس كان كتلة واحدة متماسكة يطلق عليها بنجاية ويحيط بها المياه ويسمى بالمحيط العظيم. ثم تعرضت هذه الكتلة للتصدع والانكسار فانقسمت إلى كتلتين لوراسيا وجندوانا، ثم يفصل بينهما بحر تيسس وهذه المرحلة الثانية. ثم تصدعت الكتلتان ثم انقسمتا إلى القارات والمحيطات وبشكلها الحالي. السؤال التالي: اختلاف نشاط السكان ومظاهر حياتهم من مكان لآخر بسبب
التوزيع الحالي لليابس والماء واختلاف التضاريس. السؤال التالي، ما مقترحاتك للحفاظ على مياه نهر النيل؟ 1- عدم إلقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه النهر. 2- عدم تصريف مياه الصرف الزراعي في مياه نهر النيل. 3- ترشيد استهلاك مياه نهر النيل. 4- عدم إلقاء مخلفات السفن في مياه نهر النيل. السؤال التالي، أكمل الجدول التالي. 1- القارة التي تمر بها دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي، القارة أفريقيا. 2- القارتان اللتان تقعان بأكملهما في نصف الكرة الشمالي، قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية. 3- القارتان اللتان تقعان بأكملهما في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، القارة القطبية الجنوبية وقارة أستراليا. 4- القارة التي تقع بأكملها في نصف الكرة الأرضية الشرقي، قارة أستراليا. 5- القارتان اللتان تقعان بأكملهما في نصف الكرة الأرضية الغربي، قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. 6- القارات التي تمر بها دائرة الاستواء، قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية. 7- القارة التي تقع في نصف الكرة الأرضية الشرقي والغربي حول القطب الجنوبي، القارة القطبية الجنوبية.